السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الرشيد. وحلقة النهاردة هتكون خفيفة بسيطة ولكنها في غاية الأهمية. النهاردة هنتكلم عن 7 حاجات بتتعمل بالغلط في فترة الحمل عند البعض منكم، مش كلكم، وممكن كمان البعض منكم بيعمل أجزاء منها أو بتحصل له أجزاء منها أو بعض النقاط منها مش كلها. ولكن الحقيقة رغم بساطة هذه الأشياء إلا أن 7 حاجات مدمرين. 7 حاجات لا قدر الله لو لم تنتبه السيدة الحامل لهذه النقاط ولم تلقي إليها مزيد من الاهتمام، ممكن لا قدر الله تفقد حملها وتفقد جنينها بسبب حاجة بسيطة هي مش متخيلها. طيب ايه هما 7 حاجات دول؟ شغلتنا. طيب لو قلنا اول حاجة من 7 عندنا هي التلوث الغذائي، هتقولي لا انا باكل اكل كويس، اوكي، ولكن من ضمن التلوث الغذائي بالنسبة للسيدة الحامل مش بالنسبة للناس التانية هي ان تأكل ما هو غير مطهي جيدا. هتقولي لي زي ايه؟ حبيبي أبناء بلدي اللي في مصر مقبلين على حاجة اسمها شم النسيم، مقبلين على الفسيخ والرنجة على سبيل المثال. هذه الأسماك النية اللي بتصنع عن طريق التمليح أو عن طريق التدخين، فهي لحوم غير مطهية. أيضا مثلا اللانشون، الباسترما، السوسيس، السجق، البرجر، الحاجات اللي هي مش مطهية جيدا ولن تتأكد من طهيها جيدا. حتى لو مثلا قلت لي ان البرجر ممكن اشوحه من ناحيتين كده ولكن لم يتم طهيه جيدا، ايه المشكلة يعني؟ من في بكتيريا اسمها الليستيريا بتنشأ من الطعام غير المطهي جيدا. هذا الداء لو لا قدر الله اصيبت به المرأة الحامل، ليه المرأة الحامل مش غيرها؟ لانها بتعاني من ضعف المناعة بطبيعة الحال. لا قدر الله هذا الداء قد يكون مش بس مؤذي لها، سيؤذي جنينها لا قدر الله. ممكن طبعا في بعض منكم يقولك انا اكلت وسويت وعملت وحصل ليش حاجة. هرجع واقول المثال اللي انا قلته في حلقة قديمة قوي، قلت طب ما الواحد بيروح يحارب مع الجيش بتاعه، 1000 بيروحوا، 100 بيموتوا، و900 بيعيشوا بينجوا، بس مش معنى ان 900 عاشوا فيجي واحد يقول لك لا يا عم الحرب عمرها ما بتموت حد. لا، في عرضه للموت لا قدر الله. ايضا انت عرضه للاصابه بهذه البكتيريا اللي هي اسمها الليستيريا من الاغذيه غير المطهيه جيدا. ده اسمه التلوث الغذائي بالنسبه للحامل عندون السيدات الاخريات عندون البشر، لان الناس التانيه عندهم مناعه قويه يقدروا يقاوموا بها هذه الجرثومه لو جات لهم، وممكن كمان تجي لهم عادي. الحاجة التانية دي أول حاجة من 7. الحاجة التانية هي تجاهل الالتهابات المهبلية والالتهابات البولية. تقول لك أنا بروح الحمام كتير، بروح الحمام كتير، بيتقلك إن ده أحد أعراض الحمل معاكي، ولكن قد يكون من ضمن يعني أعراض الحمل سليم، ولكن ممكن يكون هناك التهاب بكتيري في مجرى البول. ده هيسبب ايه يعني لو تجاهلته؟ ايه اللي هيحصل؟ مش هيحصل اي حاجة، بس هيسبب لك ولادة مبكرة لا قدر الله. طيب من ضمن الحاجات التانية الالتهابات البكتيرية. طبعا انا في الحلقة دي مش هستفيد، احنا استفدنا في الكلام عن الحاجات دي في حلقات سابقة. النهاردة بجمع 7 كده عناوين رئيسية عشان الكل ياخد باله في حلقة واحدة. الالتهابات البكتيرية بالنسبة للالتهابات البولية تسبب ولادة مبكرة. الالتهابات المهبلية البكتيرية ممكن تسبب ولادة مبكرة، وممكن لو ما تعالجتش صح ممكن تنتقل كمان البكتيريا اللي موجودة في المهبل إلى الجنين وتسبب له عدوى فيما بعد، وينزل الطفل عنده إيه؟ ميكروب في الدم. وتيجي تسأل الست هو جاله ميكروب في الدم إزاي؟ جاله ممكن يكون أحد الأسباب اللي أصيب بها الطفل أو الجنين بالميكروب ده نتيجة عدوى بكتيرية جاتلك في المهبل وانت حضرتك ما عالجتهاش. دي تاني حاجة. تالت حاجة بتتجاهلها أغلب السيدات هي الأنيميا، فقر الدم.
وتيجي توصل للشهور الأخيرة وتيجي نسألها فقر الدم أو الأنيميا الهيموجلوبين عندك كام؟ تقول لك 8 9 8 9 وانت داخلة على ولادة. في هنا مضاعفات أثناء الولادة ممكن تحصل. الأنيميا عامة ممكن تسبب لك ولادة طفل منخفض الوزن، وممكن تسبب لك لا قدر الله نزيف ما بعد الولادة نتيجة الأنيميا اللي عندك، فلازم تهتم بعلاجها. علاجها يا إما عن طريق المكملات الغذائية، علاجها عند عائلة، يا إما عن طريق تركيب المحاليل، علاجها يا إما عن طريق الحقن، أو إن أنت مثلا تهتم شوية بالتغذية بتاعتك. وقلنا قبل كده في كذا حلقة عن موضوع الشمندر، البنجر، ثمرة بنجر كل يوم كأنك بتاخدي قرص حديد، ثمرة بنجر اعصريها واعصري عليها ليمونة، هتلاقي تحسن رهيب في موضوع تحسن نسبة الهيموجلوبين عندك وعلاج فقر الدم. بعد كده رابع حاجة عندنا الإجهاد. الإجهاد؟ الإجهاد. عايز أقول لكم يعني بعد الشر عنكم، أحد الأسباب الرئيسية رغم بساطتها في الكلمة الإجهاد، أحد الأسباب الرئيسية التي تسبب الإجهاض المتكرر هو الإجهاد. واحدة سليمة 100% مفيش أي حاجة بتعاني منها، مفيش أي مشاكل صحية بتعاني منها، وتيجي كل ما تحمل لا قدر الله تقولك الحمل ما بيكملش من حاجة بسيطة هي الإجهاد. يعني ممكن تعملي اعمال المنزل، ممكن تروحي وتيجي، ولكن ريحي نفسك، انت مش زي الاول، انت مش زي الاول. يعني ممكن ان احنا مثلا نشتغل في البيت، مثلا لو انا هنضف 4 غرف مثلا، انضف غرفه واريح شويه، انام على جنبي وهكذا، واخد قسط من الراحه، اشرب ميه والى ما اخره، واستريح جسمانيا، اكل حاجه بسيطه تديني طاقه، وبعدين لما ارتاح احس ان انا ارتحت اول ما اشتغل. طول ما انت حاسه بالم انت في خطر، طول ما انت حاسه باجهاد جسماني انت في خطر، فلازم تريحي نفسك. واحده تيجي تشتكي من رجليها بتوجعها، بتشتكي من ظهرها اللي بيوجعها، طيب بتعملي مجهود؟ بعمل مجهود. لا، ريحي نفسك، ريحي نفسك. الاجهاد لازم، يعني الكلمه اللي بتتقال لك ريحي نفسك دي مش كلمه بتاخدوها بمنتهى البساطه، ولكنها مهمه جدا. بعد كده خامس حاجة معايا هي الأدوية. سيدات خاصة اللي في الشهور الأولى، خاصة الشهور الأولى والشهور كلها، ولكن في الشهور الأولى الأدوية ممكن تعمل إيه في الشهر الأول لا قدر الله اللي بتتاخد عن طريق الغلط؟ بتعمل إجهاض على طول. طبعا مش هتعمل تشوهات في الشهر الأول عشان تكونوا مطمئنين، ولكن هتاخدي دواء بالغلط بقى في النص هيعمل لا قدر الله تشوهات. يعني ما ناخدش ادويه؟ لا، تاخدي ادويه، بس في ادويه مخصصه للحوامل، في ادويه مصنفه بانها مناسبه للحوامل، في ادويه تانية غير مناسبه للحوامل، وحتى التصنيف بيبقى درجات، في درجه عاليه ودرجه متوسطه على حسب الضرر اللي هيقع. يعني لو في حاجه ضررها لو ما عالجتهاش اقوى من ضرر تأثير الدواء، لا، أنا لازم أعالج الضرر الأقوى اللي هو ضرر الحاجة اللي بتوجعني. لذلك بعض السيدات بيجوا يسألوا في التعليقات إن الدكتور كتب لهم مثلا علاج كذا وكذا وكذا، بس لقوا إن هو غير مناسب للحوامل. لا، الدكتور عارف شغله كويس جدا، وهو عارف إنه فعلا ممكن يكون في نسبة بسيطة من الضرر، ولكن الضرر الأكبر لو ما عالجش الحاجة اللي ادالك بسببها الدواء هيكون أكبر عليك، فبالتالي بيوصف هذا الدواء. ولكن ما تاخديش دواء من تلقاء نفسك، من هتاخدي دواء من تلقاء نفسك هيسبب اي تشوه. تيجي يقول لك انا عندي صداع خدت بنادول اكسترا. بنادول اكسترا ايه اللي بيتاخد في الحمل؟ ما بيتاخدش في الحمل بنادول اكسترا مثلا على سبيل المثال. انا مش عارف كان عندي دور برد فخدت مضاد حيوي مش عارف كذا كذا. مش اي مضاد حيوي مناسب فتره الحمل، في مضادات حيويه امنه في فتره الحمل، وفي أغلبها غير آمن في فترة الحمل. طيب الرقم 6 معايا هو النوم. النوم أول 3 شهور تنامي زي ما أنت عايز، على جنبك، على يمينك، شمالك، بطنك، ظهرك، براحتك. بعد 3 شهور تعودي تنامي على جنبك الأيسر. مش قادرة تنامي على جنبك الأيسر، تنامي على جنبك الأيمن شوية والجانب الأيسر شوية،
وتتجنبي النوم على الظهر. هتقولي يعني النوم على الظهر، ما كلنا بننام على الظهر. هقول لك برضو نفس المثال بتاع الجيش. مش بالضرورة ان حضرتك عشان سلمتي وانت طول الحمل نايمة على ظهرك سلمتي ان غيرك هيسلم من هذا الامر. لا قدر الله ممكن تكوني انت اللي ممكن تصاب لو حصل انها نامت على ظهرها في الشهور المتوسطة والاخيرة. هو ايه الضرر اللي هيقع على من النوم على الظهر؟ حضرتك لما بتنامي على ظهرك بتقلل تدفق الدم الواصل للجنين. فلو كمان يا سلام لو كان فيها كان عندك مشكلة تخثر دم أصلا بطبيعة الحال وانت بتنام على ظهرك، فيحصل ان التدفق الدم يقل 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 يوصل للجنين، فإما انت بتأذي الجنين في نموه، أو لقدر الله ما ايه يحصل موت مفاجئ للجنين بعد الشر يعني يا رب. بس ده بسبب النوم، بسبب حاجات تافهة. احنا قلنا 7 حاجات بسيطة جدا ولكنها ممكن تدمر الجنين. 7 حاجة وآخر معانا حاجة النهاردة هي حركات الجنين. كتير جدا ما بينتبهش الموضوع حركات الجنين خاصة في الشهور الأخيرة. في الشهور اللي هي ممكن تحس بيها من حركات الجنين، خلينا نقول إنه مع نهاية الشهر الخامس هتحس بحركة الجنين. حتى لو بعض السيدات لسه ما حسوش مش مشكلة، هتحس إن شاء الله مع نهاية الشهر الخامس وأول السادس هتبتدي تحس بحركة الجنين. 6 ما تعديش. 7 نوعا ما برضو ممكن ما تعديش. دخلت 8 ممكن برضو من 7 تعدي. بس خليني أقولك، طيب لو هنتفق إن احنا نعد ما تقلش عن 10 حركات في خلال 12 ساعة في 7 وفي 8. تدخل 9 10 حركات ما تقلش في اليوم كله من أول ما بتصحي لحد ما تنامي. عدم انتباهك لحركات الجنين دي كتير جدا بيحصل لهم إن الجنين ما بيتحركش إلا 3 4 مرات في اليوم في الشهور الأخيرة خاصة، ومش مهتمين ولا بيروحوا يعملوا فحص على الجنين ولا تخطيط. طب إيه اللي هيحصل يعني؟ لا أبدا، أنت حضرتك الجنين لما بيتحرك 3 4 مرات مع إنه كان بيتحرك أكتر من كده، ده معناه إن الجنين بيقولك أنا بطلع في الروح، بيقولك نزليني أو خلي الطبيب ينزلني عشان أرضع منك أو ترضعيني أو تأكليني، إن أنا خلاص الدم مش قادر يوصل له، فبالتالي الطاقة بتاعته بتقل، فبالتالي مش قادر يتحرك نفس النشاط اللي كان عنده. ما هي الحركة دي يعني نشاط، الحركة دي بتختفي بتقل وتيرتها ضعفت، معناها إنه في خطر، وكتير جدا ما بينتبهوش لهذا الأمر. دي كانت 7 حاجات المدمرة اللي ممكن تدمر الحمل قدر الله أو تدمر الجنين. وإحنا كتير جدا منكم لا يهتم بهذا الأمر وعلى غير وعي بهذه 7 أشياء. يمكن أول نقطة خالص اهتموا بيها موضوع التلوث. التلوث يا جماعة، ومحدش يجي يقول أنا ليه جات لي جرثومة المعدة، تلوث. وال7 حاجات دي اهتموا بيها، ويا رب يسلمكم من كل شر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.